بتتخذ حتى احيانا الاخوه بين بعض بيطبخوا بطرق مزبوط مختلفه مزبوط. فحلو انه نحن نحط لمساتنا نحافظ بس مثلا على الطعم او البهارات الاساسيه بال في النهايه اللي بيهمني انك هل هي زاكيه طيبه انا بحب لكم انه في ريحه مقلوبه اوريدي محضرينها كثير طيبه وكثير بتشهي وجوعتنا اليوم ممكن بس تساعديني اشغل هذا شيء طيب هلا بنبلش نشغلها طبعا اليوم مع التحضير هي المائدة العربية دائما بدنا نحضر ويشتغل الغاز كله وتشتغل العيون كلها وتطلع الحرارة يعني في طبخ طيب هذا اللي صار انا بالضبط لما بدخل على المطبخ وبشوف الفرن شغال والعيون كلها شغالة عن جد بيكون في كذا طبخة طيبة وفريش وفي وصفات برمضان لازم كلها تتحضر باخر لحظة او باخر مرحلة بتلاقي طنجرة الشوربة طنجرة طبخة الرز الشيء بقلب الصينية بالفرن يعني كل هالاشياء صحيح بس نحن اليوم حنشوف طريقة المقلوبة ب طبعا وانا عندي لك اسئلة هيك عن تفاصيلها بس خلينا نبدا فيهم طيب علشان انا ابدا عشان من اخر حنا مشان الوقت هون عندي مرقة الدجاج زي ما حكيت لك اللي حطيت فيها المنكهات اللي ذكرناها الان حطيت على الطنجرة هون بس شوية زيت وراح اضيف لها البصل واحمصها لحتى بس احفز البصل واغير من لونه شوي ناخذ منه طعم شوي ناخذ منه الطعمي وبعدين بضيف للتومي بس انا عم بستنى عليها تحمى شوي ان شاء الله انها شغاله شغاله لا هي تمام راح اضيف لها البصل طبعا احنا دائما شيف كل شيف بيجي على هذا المطبخ متعود على الغاز وعلى اللهب والطبخ بالغاز انا صراحه كثير بيفرق معي يعني كومبليتلي تجربه مختلفه صح. بس احيانا يمكن الفرق بين الكهرباء والغاز انه بنقدر نهدي النار عليهم اكثر او مزبوط. نتحكم بالحراره مزبوط وبعدين النار اللي فاتحه او اللي قدامك الغاز بتشوفي انت قديش شعله على الطنجره او على الاكله او على الطبخه صح. او حتى على الكنافه او حتى على اي شيء كان بتشوفي قديش حلو الشعله صح. في الكهرباء بتضل هلا هون البصل عبال ما يتقلى ياخذ وقته شوي حاسالك انا كم سؤال تفضل المقلوبة بشوف في ناس بيعملوها بالرز المصري الصغير وفي ناس تستعمل الرز الحبة الطويلة شو نصيحتك لهذا الموضوع؟ هلا هي بترجع أذواق مختلفة يعني لكل واحد هو شو ذوقه أنا شخصياً بحب المقلوبة بالرز الحبة القصيرة إذا الرز مش الحبة القصيرة بعتبرها مش مقلوبة أصلية المقلوبة صار فيها إذا دخل فيها رز البسمتي أو نحط فيها رز الأمريكي أو تغير طعمتها صح؟ تغير طعمتها وما تعطيك نفس النكهة صح وأنا برأيي الرز الحبة القصيرة رح يمسكها مع بعض لما بتقلبيها تطلع معك زي القالب مكبوسة كبس هي زي القالب هي مقلوبة رح نقلب طنجرة عنا رح نقلب تطلع إن شاء الله أحلى مشاهد بنشوفها دائماً بيكون في مقطع القلب فبتذكر أنا بحلقة من الحلقات كنت عم بعمل مقلوبة قالوا لي يلا بدنا نقلب المقلوبة قلت لهم لا والله ما رح أقلبها أكيد ما رح أقلبها بس اليوم معنا شيف صدقي أنا بوعدك بوعد المشاهدين رح نقلب أحلى طنجرة مقلوبة طيب هون عندي البهارات الموجودة على الطاولة شو هن البهارات الأساسية اللي بتدخل بهالوصفة؟ هسا البهارات اللي أنا بستعملها البهار المشكل الهيل القرفة والفلفل الأسود أوكي. زائد بحط لها شوية كركم عشان يعطيها لون الصفار الفاتح أنا بشوف حلو. هذا الفرق بالمقلوبة عادة الأردنية أو الفلسطينية حتى بيدخل الكركم بيلون شوي صح؟ تعطيها لون أصفر خفيف أنا بحسه بيعطي نكهة وطعم زاكي أنا بحب الكركم بالأكل صراحة وفعلا كل المقلوبات اللي جربتهم كان فيهم طعمة الكركم عاطية نكهة